اهلا بيكم، وصفه جديده وجمالك دايما من الطبيعه. من الطبيعي طبعا احنا بنلاقي كل فتره كده شويه شعر بسيط بيقع، وده طبيعي جدا علشان حركه نمو الشعر. يعني في شعريه بتقع وشعريه تانية بتطلع مكانها، لكن اللي مش طبيعي ابدا ان احنا نلاقي كميات شعر كبيره بتقع وفي فراغات بدات تحصل في شعرنا. هنا بنبتدي نقلق ونقول هنعمل ايه. طيب ايه السبب اللي خلى التساقط ده يحصل؟ اسباب التساقط كتير جدا، ممكن تكون هرمونات، ممكن تكون حاله نفسيه، ممكن تكون استخدام منتجات غلط، نقص بروتين في الشعر، كل دي اسباب كتير جدا ممكن تاثر على تساقط الشعر. اول ما يبدا يكون عندك تساقط بكميه كبيره كده، اول حاجه هتعمليها انك هتروحي للدكتور وتبتدي تعملي تحاليل وتطمني على كل نسب الفيتامين موجوده في جسمك كامله علشان ما تكونش مأثره على التساقط. تاني حاجه بقى تبتدي تشوفي استخداماتك، وهل شعرك ناقص بروتين؟ البروتين ده المادة الأساسية اللي الشعر بيتغذى عليها، وهل شعرك محتاج فعلا غذاء وزيوت طبيعية علشان يبتدي يطول ولا لا؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا، هي وصفة تغذية الشعر بالبروتين الطبيعي. ازاي تعملي بروتين يغذي شعرك، وايه هي اهم الزيوت اللي بتعالج التساقط وبتملى فراغات الشعر. بس قبل ما اعمل الوصفة هتكلم على حاجة مهمة جدا، في روتين معين وحاجات معينة لازم تستخدميها علشان تساعد في علاج تساقط الشعر. اولا استخدام الفرشة، لازم تكون الفرشة خشب وتبعدي تماما عن الفرش البلاستيك. هتاخدي طبعا فيتامين للشعر وللبشرة، في فيتامين مخصص هتلاقيه في الصيدلية هتسألي عليه الدكتور، ده هتلاقيه بس للشعر وللبشرة، مش بيأثر على اي حاجة في الجسم. ده من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تاخديها علشان تغذي كمان الشعر مع الحاجات الخارجية اللي احنا هنعملها. الشامبوهات لازم تكون طبيعية، ابعدي تماما عن اي شامبوهات فيها نسبة كيميكالز عالية، لازم تكون طبيعية 100%. بلاش صبغات كتير، سشوار كتير، واهم حاجة كمان لو الشعر مبلول قوي وضعيف ما تسرحيهوش غير لما ينشف شوية ويطرد المية بتاعته. نيجي بقى الوصفة السحرية اللي هتعالج معاكي مشكلة تساقط الشعر تماما، وهتعالج الفراغات والسلع اللي موجود او السلع الوراثي اللي موجود في فروة شعرك. اول حاجة هو الدهن التعبان الهندي، وده من اهم الزيوت اللي فيها فيتامين عالية جدا وفيها نسبة بروتين عالية جدا، بتغذي الشعر وبترطب الهيشان وبتعالج تساقط الشعر وبتعالج الهيشان، لان الهيشان من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تزود عندك التساقط. تاني حاجة هو زيت التوم، وده من اكتر الزيوت اللي بتساعد على انبات الشعر وتقويه بصيلات الشعر وبتغذي الشعر، ده يعني كده هو الاكل بتاع بصيلات الشعر. وزيت البصل وزيت الخروع وزيت الجرجير، هنجيب معاهم كمان حوالي 6 فصوص ثوم ونبتدي بقى نعمل وصفتنا. هنحط 6 فصوص ثوم الاول في بوله ازاز، والبوله دي نعقمها كويس جدا بالكحول، ونبتدي نفتح الثوم كده بالسكينه بالست فصوص ثوم. اول حاجه هنحط كميه من دهن التعبان الهندي، وتبقى الكميه دي ضعف انواع الزيوت التانيه. بعد كده بحط حوالي معلقتين كبار من زيت الثوم، وبعدين زيت البصل برضو بحط نفس الكمية، وبعد كده هنحط زيت البصل نفس الكمية معلقتين كبار، وبعدين زيت الخروع، واخر حاجة زيت الجرجير. ممكن تزودي على فكرة شوية من زيت الجرجير، عشان طبعا زيت الجرجير من اكتر الزيوت اللي بتطول الشعر وكمان بتقوي بصيلات الشعر. نخلطهم بقى كويس جدا، وطبعا بتكوني حطاهم في بول ازاز نظيفة جدا، وبعدين اول يوم ما بنستخدمهمش بتغطيهم بغطا كويس جدا وبتسيبيهم في مكان ضلمة ما يكونش فيه اضاءة كتير عشان الزيوت بتتأكسد مع الاضاءة، وبعدين نبتدي بقى نستخدمهم من تاني يوم. طريقة استخدام الزيوت سهلة جدا، بتنظفي شعرك لو شعرك دهني بتغسليه كويس جدا من الشامبو، بتشيلي كل الدهون اللي موجودة في فروة الشعر، وتبتدي تاخدي الزيت وتبتدي تعملي مساج، واهم حاجة المساج. المساج من الحاجات اللي بتحرك الدورة الدموية في فروة الشعر وبتبتدي تنبت البصيلات بشكل سريع جدا، وتبتدي تعملي مساج في فروة الشعر، بتعمليه ده مرتين في الاسبوع. لو شعرك جاف بتحطي الزيوت على طول. طبعا الزيوت بنحطها في فروة الشعر وبتنزلي لحد الاطراف عادي جدا، وياريت لو عندك فرشة خشب تسرحي بيها كتير جدا، لان التسريح بجد بالفرشة الخشب مهم جدا لتحريك الدورة الدموية للشعر. ممكن تقلبي دماغك شوية وتعملي مساج لمدة 10 دقايق، بنسيب بقى الزيت من ساعتين لاربع ساعات. لو شعرك جاف ممكن تزودي عن اربع ساعات شوية، وبعد كده بتغسليه بالشامبو بالبلسم كويس جدا.
طبعا ريحه الثوم وحشه، وهو فعلا الزيت ريحته ثوم جدا. علشان نطلع ريحه الثوم دي هنعمل ايه؟ وانت بتغسلي شعرك بالشامبو هتجيبي شويه صغيرين قد البوله دي كده، او شويه في ايديكي بن، وبعد ما بتغسلي الشامبو بتحطي شامبو تاني وبتحطي معاه البن ده وبتفركي البن في الشعر، بيمتص كل ريحه الثوم اللي ممكن تكون موجوده في فروه شعرك. الوصفة دي نتيجتها سريعة جدا وتحفة جدا جدا بجد، لما تجربوها تلاقي نتيجة حلوة قوي. لازم تبتدوا تجربوها. طبعا فترة علاج الشعر بتاخد من شهر لثلاث شهور، يعني بتبتدي بعد الثلاث شهور تلاقي البيبي هير ابتدى يطلع، وطبعا كل شخص بيفرق عن التاني في فترة نبوه الشعر. انا كده خلصت وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. على فكرة هتفيدكم جدا، لو عندكم اي اسئلة سيبوها لي في الكومنتس وانا هرد عليكم.